من النهاردة مش هعمل غير اللي أنا عايزاه. دي كانت جملة اختصرت بيها ياسمين عبد العزيز تفاصيل كل شيء حصل لها الفترة الأخيرة، وهي بتغني غنوة في إعلان شركة الاتصالات اللي متعاقدة معاها عشان تعمل لها حملة إعلانية خاصة بيها مع نجم الأغنية الشعبية الفنان عبد الباسط حمودة. ياسمين عملت مفاجأة كبيرة وظهرت في كواليس تصوير الإعلان وهي لابسة فستان زفة أبيض وجميل جدا وبتغني من النهاردة مش هعمل غير اللي أنا عايزاه، وكأنها بتبعت رسالة معينة لشخص من الأشخاص كلنا عارفينه، وده بعد ما خذلها بعد اعترافها بعشقها ليه خلال برنامج صاحبة السعادة. فتعالوا معايا عشان أعرفكم تفاصيل قصة لبسها فستان الفرح الأبيض في الإعلان، ويا ترى بقى ده كان متعمد ولا المسألة مجرد صدفة جت في توقيت حساس جدا مش أكتر. تابعوا معانا الفيديو ده للآخر وهتعرفوا كل حاجة من طقطق لسلام عليكم. فستان زفاف أبيض، إنما إيه كان هياكل منها حتة فعلا. ظهرت بيه الفنانة ياسمين عبد العزيز وهي بتستعد لتصوير إعلان لشركة من شركات الاتصالات الشهيرة واللي متعاقدة معاها بمبلغ خرافي عشان تعمل لها حملتها الإعلانية. ياسمين كمان ظهرت بمجموعة من الشخصيات في كواليس الإعلان اللي بتجهزها عشان التصوير، ومش بس كده، دي المفروض انها طالعه مع نجم الاغنيه الشعبيه الفنان الكبير عبد الباسط حموده، وده خلال الاعلان وهم بيغنوا مع بعض هما الاتنين غنوه يا دلعو. الجميل بقى ان ياسمين عبد العزيز ظهرت خلال كواليس تصوير الاعلان وهي بتعمل اكتر من شخصيه من الشخصيات، فشويه طلعت وهي لابسه بدله رقص، وشويه تانيه طالعه وهي بتعمل زفه ولابسه فستان زفاف ابيض جميل، وبرده وهي لابسه بدله سموكن سودا وبتعمل كمان دور العريس في الزفه ومركبه شنب هياكل من وشها حته. الشيء الملاحظ بقى ان ظهور ياسمين عبد العزيز الغريب ده بفستان فرح هو الظهور الاول ليها بعد انفصالها الرسمي عن الفنان الكبير احمد العوضي، والضجه كمان اللي حصلت خلال الفتره الاخيره عن اسباب الانفصال الغامضه بينهم، وهل لو كان له علاقه بقصه الخلفه ولا لا، وهل ممكن يرجعوا لبعض تاني ولا تحدوته اتقفلت لحد كده للابد، خصوصا بعد تصريحات ياسمين في برنامج صاحبة السعادة انها بتحب العوضي زي عينيها، وردوا عليها كمان بعدها بكام يوم ببوست ظهر فيه انه اتخلى عنها نوعا ما، والناس قعدت تلوم عليه بعدها. وطبعا دخل ناس كتير قوي علقت على ظهور ياسمين عبد العزيز بفستان زفاف خلال الحملة الإعلانية الخاصة بشركة الاتصالات دي، وعلى علاقة ده بقصة انفصالها عن أحمد العوضي، وكمان على ظهورها وهي مركبة شنب وقالت بنت من البنات في الكومنتات حتى انتي وعريس برضو شبه أحمد العوضي، وقال شاب بعدها هي وليا طالعه ولابسه فستان زفاف في اول ظهور ليها بعد انفصالها عن احمد العوضي، تفتكروا هي بتلمح لحاجه معينه ولا بتجهز نفسها لحدوته جديده؟ ما هي الحياه مش بتقف على حد، خصوصا لو كانت واحده جميله ومشهوره زي ياسمين. اوعدنا يا رب. وفي النهايه بقى تفتكروا هل ظهور ياسمين عبد العزيز بفستان الزفاف ده له هدف معين في دماغها، ولا القصه كلها صدفه أو ركوب للموجة من شركة الاتصالات نفسها اللي عاوزة حملتها تنجح بأي شكل؟